ومعنا من مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مراسلنا نواف الشراكي. أهلا بك نواف، وما هي المواضيع المطروحة في جلسات النقاش بشأن مكافحة الفساد؟ تفضل. تحية لك وتحية المشاهدين موجز الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، نحن الآن متواجدون في مركز جابر الأحمد الثقافي لتغطية مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، والذي يأتي برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الله ورعاه، وتحت شعار كما تفضلت أيضا النزاهة من أجل التنمية. بالنسبة لمواضيع اليوم الأول وجدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر، أتى من خلال موضوع نحو جيل جديد للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وحاضر فيه عدد من المسؤولين على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العربي والعالمي، وأبرزهم كان السيد لؤي الصالح الرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بدولة الكويت، وأيضا السيد شوقي الطبيب وهو رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية الشقيقة. أيضا كان من أبرز المواضيع اليوم وهو الممارسات الناجحة للوقاية من الفساد في القطاع العام، ونحن الآن في صدد مناقشة هذا الموضوع حاليا بالنسبة للجلسة الثانية لهذا المؤتمر، ويحاضر فيه كل من الدكتور يوسف الإبراهيم وهو مستشار في الديوان الأميري، وأيضا السيد باك أون جونغ وهو رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا الجنوبية، وأيضا السيدة هند صبيح وهي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة الشؤون الاقتصادية سابقا في دولة الكويت. أيضا من أبرز المواضيع في اليوم أيضا هو نحو الممارسات التنموية أيضا في مكافحة الفساد، وأيضا تطوير بيئة الأعمال، وأيضا يحاضر فيه عدد من المسؤولين على المستوى المحلي والمستوى العالمي في العالم في شأن مكافحة الفساد. هذا بالنسبة للمواضيع لليوم الأول لجدول أعمال اليوم الأول. نعم، شكرا لك مراسلنا نواف الشراكي.